يعني هل حققت كرئيس مجلس إدارة في بعض التفاصيل بتقول إن الكابتن حسام غالي ربما هو اللي بدأ شرارة الصدام؟ هل حققت في إنه هل الكابتن حسام غالي بادل بعض المنتمين لمجموعة الألتراس اللي قامت بالتعدي على النادي، هل بادلهم شتائم بشتائم؟ هل حققت في أسلوب تعامله؟ لأن البعض بيقول هو السبب في الأزمة. يعني برضو يا أستاذ، أنا عايز أقول حسام غالي هو كابتن النادي الأهلي الحالي طبعا، وهو يعني لاعب أخلاق وحسام غالي بغض النظر عن مش هتكلم بقى على إمكانياته الكروية، إنما أنا هتكلم على إمكانياته الشخصية كقائد للفريق وكراجل شخصيته. حسام غالي بالمناسبة يمكن أول بعثة طلعها وهو عنده 18 سنة، كنت أنا رئيس البعثة عندما كنت عضو بمجلس الإدارة، فأنا بعتبر نفسي حسام غالي أنا زي ابني في نشأته أو في مراقبة تطوره. على حسام غالي أثبت إنه راجل يستحق، ورغم ذلك حسام غالي لما أخطأ ورمى شارة الكابتنة بتاعت النادي الأهلي، سحبت منه شارة الكابتنة وعادت له بناء على طلب اللاعبين. هذه النوعية من اللاعبين من النادر وجودها في فريق يعني نتمنى أن يكون الفريق حسام غالي، ونتمنى أن يكون الفريق عماد متعب بروحهم وبقوتهم وبانتمائهم للنادي الأهلي. عندما يخطئ حسام غالي، حسام غالي بشر، حسام غالي لما يسب هذا الكم من الشباب أنا لا أعفيه من المسؤولية أنه يلتحم. ده طبعا كلام مش مظبوط، أنا لسه ما قعدتش مع كابتن سيد عبد الحفيظ ومع جهاز الكرة عشان أعرف ماذا حدث بالضبط، لأنه الأحداث بتتداعى زي ما أنت شايفين. إنما حسام غالي لا ألتمس له عذر، إنما أنا شخصيا لو قاعد في حتة هو كنجم كبير كان لازم يعرف، إنما لما يتوجه حد لحسام غالي عشان يضربه أنا أعتقد إن ده يبقى ده فاق الحدود كلها. حسام غالي لا يختلف اثنين على حبه وانتمائه وشخصيته وقيادته للنادي الأهلي. إذا أخطأ فده بيبقى حاجة داخلية بيننا بنتكلم فيها. طيب. وهنعرفها. إنما لو 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 هنقارن خطأ حسام غالي بما حدث من اقتحام، يبقى أنا بستمحيك عذرا، يعني هذا غير مقبول. لا 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 طبعا، ما حدش يقارن. طيب.